تحية الكبار لشعب سوريا العظيم. توضيح عن بعض الملابسات حول قرار استخدام اسم الجمهورية العربية السورية في الشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة. منذ أكثر من شهر وردتنا العديد من الشكاوى من قبل الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة التي نظمتها وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، مفادها الآتي: لدى المراجعات المتكررة لطلابنا إلى وزارة التربية والتعليم لاستلام شهاداتهم التي حصلوا عليها هذا العام، كان الجواب دائما بأن هناك بعض الإجراءات والعقبات الإدارية التي تحول دون إصدار هذه الشهادات، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للطلاب وتهديد لمصالحهم، وذلك بتفويت تاريخ التسجيل عليهم في الجامعات. لدى سؤال السيد وزير التربية عن خلفيات الموضوع، أعلمنا بأن وزارته راسلت رئاسة الائتلاف والأمان العام لعدة مرات بضرورة إبداء الرأي حول اسم الدولة الواجب ذكره على الشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية، حتى لا يتسبب ذلك في أي ضرر للطلاب مستقبلا دون أن ترد إلى الوزارة أي إجابة. على أثر ذلك وردنا كتاب السيد وزير التربية طلب فيه متابعة الموضوع بالسرعة الممكنة، لأن التأخير في الرد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على طلابنا بتفويت العام الدراسي الحالي عليهم إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا. ومن دافع المسؤولية تجاه أبنائنا الطلاب السوريين بجميع مكوناتهم من عرب وكرد وأرمن وآثوريين وغيرها من المكونات، طلبت استشارة قانونية من المكتب القانوني في ممثلة الائتلاف في غازي عنتاب، والتي أرأسها بصفتي ممثل الائتلاف في غازي عنتاب، حيث أشاروا علي بالآتي: تعتبر سوريا إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وهي معتمدة في هاتين المنظمتين وكافة الدول الأعضاء فيهما في المخاطبات والكتب الرسمية تحت اسم الجمهورية العربية السورية باللغة العربية وسيريان أراب ريبابليك باللغة الإنجليزية. وإذا كان نظام بشار الأسد الذي لا يزال يحتل مقاعد الجمهورية العربية السورية في هاتين المنظمتين، فهذا لا يعني أن الاعتراف بالدولة السورية مرتبط بعصابة الأسد وزمرته، بل بالدولة السورية بكل مكوناتها وأسسها التاريخي. وفي الوقت الذي لا يزال الشعب السوري يضحي فيه ويقدم الآلاف من الشهداء في سبيل استرداد سوريا الدولة كممثل شرعي له أمام المجتمع الدولي، فإن ذلك لا يبرر لأي جهة مهما ادعت تمثيلها لنضال الشعب السوري والثورة السورية إجراء أي تغيير في اسم الدولة وفي الفترة الحالية. أما من الناحية الدستورية والقانونية، فيتم اعتماد اسم الدولة بموجب دستور دائم ويقر باستفتاء شعبي، أي أن قرار تغيير اسم الدولة يعتبر قرارا سياديا يتطلب وجود برلمان منتخب يضم ممثلين من كافة أطياف الشعب السوري، وهذا الأمر غير متوفر في الفترة الراهنة. إضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير في اسم الدولة حاليا من شأنه أن يترتب عليه نتائج سلبية على جميع وسائق المواطن السوري وعلى الطلاب بشكل خاص. لذلك ومن باب عدم عرقلة إجراءات طلابنا في هذه الظروف الحرجة، نرى أن تستمر وزارة التربية والتعليم باستخدام اسم الجمهورية العربية السورية. ينتهي هنا نص الاستشارة. فما كان مني، وقد تحملت هموم الطلبة الذين بذلوا جهدا استثنائيا هم وأهاليهم، إلا أن قدمت لهذه الاستشارة القانونية ووجهتها للسيد وزير التربية، وبطبيعة الأحوال زيلتها بتوقيعي ماهرا إياها بحكم الممثلية، وما كاد هذا الخطاب يصل لأيدي إخوة لنا في دوائر المعارضة حتى أثيرت العديد من التساؤلات. وحرصا مني على اللحمة الوطنية ومنعا لأي سوء فهم، أردت توضيح الموقف على أنه موضوع فني بحت، موضوع فني بحت بصفته القانونية، وأعني بذلك أن الموضوع لا يتعدى الحرص على تيسير أمور أبنائنا الطلاب في جميع الدول العالم وجامعاته بعيدا عن أي رأي شخصي أو تسييس، واثقا من أن أخوتنا الأكراد وباقي القوميات التي تشكل الفسيفساء السورية التي نعتز بها، واثقا من سعة أفقهم وحسن تفهمهم، علما أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني برئاسة شيخ الحقوقيين الأستاذ هيثم المالح
أيد الاستشارة التي صدرت من ممثلة الائتلاف، والرحمة لشهدائنا الأبرار، والحرية للمعتقلين، والنصر لثورتنا ثورة العزة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صحفي عمار بكون من الهيئة العامة للثورة السورية. أهلا وسهلا. السؤال بسألك يا حضرتك، ذكرت أنه ما من حق الائتلاف حاليا إصدار تعيين أو تغيير اسم الجمهورية العربية السورية لحين إقامة جسم منتخب أو حكومة منتخب تغيير أشياء. أنا بدي أسأل بس موضوع الطلب من الأقليات السوريين بتغيير الاسم الفترة الحالية، هل هو مرتبط فقط بموضوع التعليم؟ ما هي العقبات التي تواجه الطلاب السوريين بموضوع التعليم، أم أن له أبعاد سياسية أخرى؟ طلباتهم لا نستطيع أن نتكهن بها. أما هذا الكتاب الذي صدر من وسيلة الائتلاف ليس له أي أبعاد سياسية، فقط هو توجيه نحو اعتماد اسم الجمهورية العربية السورية لمنع أي لبس أو لمنع التقليل من شأن هذه الشهادة وتمكين الطلاب من استخدامها في الجامعات، لأن اسم الجمهورية العربية السورية هو المعتمد في جميع جامعات العالم وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات العالمية. أستاذي، بعض المصادر تحدثت عن اتفاق ضمني بين أعضاء الائتلاف على حذف كلمة العربية وإبقاء على الجمهورية السورية. ما الذي حصل الآن وعادت كلمة العربية إلى الجمهورية السورية؟ أي اتفاق ضمني يجب أن يكون على الملأ. أساساً بمجرد ما سألت حضرتك بأنه اتفاق ضمني فهو غير ملزم، وحتى ولو كان بتوقيع بعض الشخصيات التي هي بالائتلاف، حتى ولو كان كذلك، والبعض يتحدث عن وثيقة ويقول الوثيقة الفردية والوثيقة كذا وكذا وكذا. المسألة مسألة قانونية بحتة، ليست مسألة لها علاقة بالأمور السياسية، ومن يريد أن يسيس هذه المسألة فهو يذهب في اتجاه تعطيل عمل المعارضة أساساً. المسألة ليس لها أي علاقة سياسيا، هي فقط إداريا وقانونيا. وأما عن القرارات التي يمكن أن تتخذها الهيئة العامة للائتلاف بهذا الشأن، فلم يصدر أي وثيقة تعني بهذا الأمر غير هذه الوثيقة التي صدرت عن وسيلة الائتلاف. وإذا يوسف من راديو الرزانة، هل تم بحث أو هل يوجد مانع قانوني لاستخدام الجمهورية السورية في المناهج والجمهورية العربية السورية في الوظائف الرسمية؟ ممكن تعيدي؟ يعني يستخدم اسم الجمهورية السورية في المناهج أثناء تدريس الطلاب في الكتب، والجمهورية العربية السورية بالوثائق الرسمية، هل تم تدارس هذا؟ لم يتم تدارس هذا الموضوع. نحن أساساً هذا السؤال كما ذكرت في البيان حدث على وجه السرعة ولتدارك حال إصدار الشهادات للطلبة السوريين. أما مثل هذا المقترح يمكن أن يقدم للحكومة ويمكن أن يقدم للائتلاف ويدرس. نحن أظهرنا رأينا الرأي في اتخاذ اسم الجمهورية العربية السورية تداركا لإصدار الشهادات السورية للطلاب، وأن نمكنهم بالالتحاق بالجامعات قبل أن يفوتوا مقاعدهم. تمام. حازم الراديو حرف إم، طبعا هل هناك أي اعتراضات كانت من مكونات ما رغم أن العملية هي على ما يبدو أنها عملية يعني عملياتية لتسيير أمور الطلبة، هل هناك كان اعتراضات بالنسبة للتسمية؟ يعني أشخاص ما اعترضوا على هذه التسمية؟ يعني لا يوجد هناك يعني اعتراضات يعني ممكن مسجلة، ولكن هناك سوء فهم يتداول بين الأوساط، ونحن أحببنا أن يعني نذكر أو نوضح يعني ما يفيد إرادتنا، لذلك يعني لم يصل الأمر إلى تسجيل اعتراضات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.